من بعد ايام قليله غادي نستأنفوا العمل ديالنا ان شاء الله، وخاصنا نبقاو ملتزمين بالاجراءات الصحيه والوقائيه. مرحبا بكم مشاهدينا، انا اليوم كاين في سيرفيس ديمين مركز تسجيل السيارات التابع للوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه نرسا. جيت باش نصاوب كارت غريز من بعد ما خديت موعد من قبل. كيف ما كتشوفوا باش نقضي الغرض ديالي جيت غير بوحدي، وخاصنا نتفاداو الزحام باش ما نساهموش في انتشار فيروس كورونا. نحترم الصفوف اللي كاينه على برا، وبطبيعه الحال انا واضع الكمامه باش نحافظ على السلامه ديالي وسلامه الناس اللي كاينين في المركز، وجايب السيلو باش نستعملو عند الضروره. من بعد هذه المراحل غادي ندخل للمركز ونتسنى نوبتي وديما محترم مسافه الامان. اول حاجه خاصنا نديروها قبل ما ندخل للمركز يتاكدوا ان درجه الحراره ديالي طبيعيه. من الضروري نعقموا يدينا مزيان بالطريقه الصحيحه ونتاكدوا باللي المعقم وصل يدينا كاملين. دابا جات النوبه ديالي باش نقضي الغرض اللي انا جيت عليه. نوقف قدام المسؤول، نخلي مسافه بيني وبينه ونعطيه الوراق ونبعد شويه. دابا خاصني نسيني الملف ديالي وضروري نستعمل ستيلو اللي جبت معايا. شكرا. كيف شفتوا بهذه الخطوات البسيطه الا تبعناها غنكون حميت نفسي وحميت الغير من انتشار عدوى فيروس كورونا، وغنكون قضيت الغرض ديالي داخل مركز تسجيل السيارات بكل سهوله وامان وبلا زحام. نرسا كتسهر دائما على حمايتكم وسلامتكم باش تقدم لكم احسن الخدمات. نتعاونوا جميع باش نحاربوا هذا الوباء ونقضيوا اغراضنا بكل امان وبلا زحام. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، نارسا، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، سلامتكم أولويتنا.